قبل وفاة أمي بكام يوم لقيته فجأة بينادي علي عشان خاطري يا أم. ليه كمان؟ عشان خاطري صفية. انت ربنا يزيحه عن طريق نبكة. أني عارفة أنه سبب في اللي جرى لك. صفية هنزل له أشوفه عاوزاه. أني عارفة أنك بتتضايقي من وجوده. ايه ساعة عشان تردي؟ عاوزاه. انزلي، عايزك في موضوع. ما قلت انزلي. ازيك يا صفية؟ نعم. اعملي حسابك هتنزلي معايا بكرة تسوق. ليه؟ مشوار صغير كده لغاية الشهر العقاري. مش فاهم. أنا أفهمك. صبري بقى أخوكي. ما تقولش أخويا يا بدر. لسه بعد ده كله مصرة إن أنا مش أخوكي؟ استهدى بالله يا صبري بقى ابن عمي وما تعكرش دمك. وأنت يا صفية لازم تعرفي إني ليكي راجل. راجل؟ أيوه أخوكي صبري بقى ابن عمي. قلت لك ما تقولش الكلمة دي. هو راجلك لحد ما نتجوز. من ده اللي هيتجوز؟ أنت فاكرة إنك هتمشي رأيك عليا؟ بقولك إيه؟ أنا سايبك بمزاجي، بس ساعة الجد اللي عايزه هو اللي هيتنفس. عاوزنا نروح معاك الشهر العقاري اللي هي سعادة البيه. تعملي لي توكيل وتقولي مش طمعان في الأرض ولا الويرز؟ لا، وقدام العمد وأهل البلد أني مش عايز منكو حاجة. أهي نواياك بانت أهي. بقولك إيه؟ مش عايز كتر كلام. أنا بعمل ده علشان بحميكي. تحميني؟ أيوة. ما أنتي مش دريانة بيتقال عليك إيه في البلد؟ إيه هو اللي بيتقال علي؟ قولها يا بدر. أه؟ لا يا بدر الناس بتقول عليها ايه؟ ما هو ايه؟ انت مش كنت معايا لما جم يقولوا لي عيب تخلي اختك تنزل الجمعيه تصرف الكيماوي وتقف وسط الرجاله؟ ايوه حصل. بقى اهلي قالوا كده واكتر. قولها يا بدر سمعت ايه كمان؟ هو انا سمعت ايه؟ انت مش سمعتهم بودانك دول بيقولوا صفيه ما ينفعش تنزل الارض واخوها موجود؟ ايوه وسمعتهم كمان بيقولوا ما يصحش ان صفيه تخرج من دارها من الاساس. برافو عليك. لا حلوة يا ابن عام، بس يا ريت بقى تلعبوها صح وتقولوا لي مين في البلد اللي قال كده. وعايزة تعرفي مين اللي قال لي عشان اواجهه. ده لو كان قال، انما انا متأكدة ان ما حدش من اهل بلدي يقول علي نص كلمة. بص يا صفية، انا مش مضطر احلف لك ان الكلام ده تقال. علشان كده بقى انا عايزك تعملي لي توكيل، وخروج من البيت مش هيحصل الا على بيت جوزك. هتحبسني؟ مضطر يا صفية، انت عرضي والراجل لازم يحافظ على عرضه. كلامك حكم يا صبري به يا ابن عمي. تفضلي هنا مع ست والدتك معززة ومكرمة، وطلباتك كلها هتجيلك، لكن خروج من البيت مش هيحصل غير معايا أو مع بدر. وإن قلت لا؟ يبقى أنت اللي جبتين نفسك يا صفية. طب إيه قولك بقى؟ أني هطلع وقت ما أحب ومحدش في الدنيا هيقدر يمنعني. لا يا صفية، في اللي يقدر يمنعك. ما تخلقش. أنا همنع. يا جماعة صلوا على النبي. ايه يا صفية؟ الراجل دمه حامي وما يحبش اخته تظهر على الرجالة. انت مصدق؟ دي حيتش عاملها عشان اعمل له التوكيل ولها في الارض. خلاص اعملي التوكيل لاي حد، اعمليه لبدر. نسيت ان انت بتشكي في بدر مع انه هيبقى جوزك. اعمليه اللي اسمه امين، اعمليه لاي مخلوق، بس خروج من البيت مش هيحصل. مفهوم؟ لا مش مفهوم. واني عمري ما اخد عمري منك. على فين؟ خارج عشان نشوف ازاي هتمنعني.